وكذا غادي توالي نزول في الاون نصوفي سوين غاري سلان سث مازيغ تنفذو ستالوف تي دي ضران اضلي تصبحيث اصغلو يتم سريفيث العسكر دي بوفاريك دي بليدا وتيني دي جلان سميتين وسبعة وخمسين طروحي العسكر وان قبضان لعفو ربي ويرسن مغراس رشيد بالحناش يلان يرسن وثي لزرين نهار ثارزا غارث وشورتي سدن وليد قصوان محمد حمد نقول ربي يرحمه وربي يرحمهم كل اجمعين وان الله وان الله راجعون اخر حاجه ديما هو ما روحش غير كان تلقاني يروح شويه هكيك دار شغل من بعد ترى لي كي يمشي ترى لي بصح تقول مسوي انا نمشي انا نمشي طياره طاحت بيه و جات المدام هو خاطب جات المدام تاعو ما عندنا ما نقولوا عليه طويل على الكيف ربي يرحمه ويوسع عليه ربي يجعله من اهل الجنه كان يسنى في العرس تاعو بزاف 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 وبصح الله غالب ما كتبتش هذا هو سي ثمان نيران سحسفن يمزدغ نوجدون الوادي غافي مغراس ناقي بغون لافور فوربيا من ثني غامي جايريان امي ذويذ يتوغضن اسواطا سيدي ثغيوانت ان بوفاريك امي ذويذ يتوغضن اسواطا سيدي نوالي ذوك صوالك ولجميع اهالي الضحايا ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبروا واحتسبوا كما نتمنى من الله عز وجل ان يحتسب هؤلاء شهداء الواجب الوطني الله وإن إليه راجعون نترحم على إخواننا الشهداء الأبرار من الجيش الشعبي الوطني الجزائري باسمي وباسم ولاية وادي سوف نبعث هذه التعزية خالصة من قلوبنا مع الحزن والأسف نتمنى أن يتغمدهم الله برحمته الواسعة لماذا كنت تلاقي تيلي تظلي ثن الجماعة ثم زوارث الجماعة انك تشواق الدين ذا مينوث وذي لين مضبران ذي مذانن ريزالن سلغياف غفل الارواح مغرسن اقموثن ذي ثواغي ثاقي قضلي وتيلي ذا غن الخطفاء الدمان وانشتاغ في الحزن يغن يوك إدزايريين ذاكو تمورث ودن والي ذك صواظ محمد سعدوي حمود فقرة اللي هي موجودة وما ما تغيبش على صلاة الجمعة هي خطبة الجمعة الشيخ راه موجود عندنا اثنين درس الجمعة شكون يلقيه انا ماذا بيا نسمع رأي اما نديرو الاحتفال الوطني او نديروه دولي احنا عندنا علماء الان مشاركين في ملتقى دولي في عين دفلة يكونوا موجودين في العاصمة ويكونوا ضيوف عندنا نقدروا نطلبوا من واحد ولا اثنين يقول كلمة طيبة في قيمة المسجد وكلمة ولا شهادة تاع بلاده في الجزائر هو غفان شتاي ند ذاغن ونغلاف الامور الدين محمد عيسى في كل تنيان ذاك نثزاليث نلغياف غفل ارواح نيمغراسن التمسري فيك تي ديغلين دي بليداتي لي ديال الجوامع نتمورث وتيلي الخطبة للجمعة وسندعون صرحنا هو اولا كما اخبرنا مع وسائل الاعلام فقد امر السيد رئيس الجمهورية بان تنظم جميع مساجد الجمهورية صلاة الغائب على شهداء الواجب الذين سقطوا شهداء في الطائرة في حادث الطائرة في يوم الأربعاء كل مساجد الجمهورية كل جوامعها كل زواياها ستنظم مباشرة بعد صلاة الجمعة ستنظم صلاة الغائب وكل مساجدنا وكل منابرنا ستضمن خطبة الجمعة بالدعاء لهؤلاء الشهداء أن يتقبلهم الله تعالى في جنة النعيم وأن يكونوا مع الصديقين والشهداء والصالحين وسوف يدعون لأهاليهم وللشعب الجزائري ولسيد رئيس الجمهورية باعتباره هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وذفل سنيا فور بين جاون لهنا أرثوفيث